بليدي هي الجزاير وعليهم وراني حواير. تونس والجزائر مقابلة أشقاء. التونسي أحسن شوية من المنتخب الجزائري، خدش راهو سيطر على كرة اليد في هذه السنوات عشر الأخيرة، هو اللي سيطر على كرة اليد. كل مي أورغان شنو نقول لك، الجزائر حنا كنا نبازي على الفوتبال تاع البالون، كرة تسمى كما يقولوا الكرة اسمه كرة القدم. الهوند أنا يعني الهوند أنا ما عندي حاجة بزاف الهوند، عندي كرة القدم. قلبي قاد يالله هو لفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعلمه، هو لفك كيف سهل وفريقك. كانت الجزائر مع تونس يعني مقابلة تكون كبيرة وصعبة جدا للفارقين، لذلك لمستوى المتقارب بينهما. نشجع بلادي، نشجع شكون؟ والله شكون بلادي تونس. تونس ولا ما نخداش واحدة من باش تربح تونس حاجة بينا. ها؟ ها؟ في سعر خطر فات ربحت المانيا يا خويا. انا الجزائري وانتم التوانسه، اللي يربح مبروك عليه. واش نقول لك انا؟ اللي يربح مبروك عليه. ماذا بينا تونس تربح على كل حال، اذا كان زاد لعبوا الجزائريين وربحوا بصحتها كيف. لا لا يا اخواننا كيف جيران، احنا التوانسه والجزائريين مش ثم حتى فرق بيناتنا كيف. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a eu un peu moins, enfin plus facile chemin jusqu'à la finale. Elle se usait moins, les joueurs étaient beaucoup plus frais. Et d'autre côté, nous, on a passé deux fois par l'Égypte. Pour nous, c'est aussi des finales comme maintenant celui-là. Alors c'est la troisième Algérie aussi. Maintenant, troisième finale. Le منتخب الجزائري كان مساعد بجد المنتخب التونسي. اليوم قدم بيبليك هما عطاوا 100% من امكانياتهم. لا غالب ما كناش 100% احنا في اليوم في امكانياتنا يسحقوا الربح. دونك مبروك المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كان حاضر معناتها اكثر منا هجوميا ودفاعيا. اللي ما كناش نستناو فيه هي معناتها تروا لعبوا لنا معناتها اجريسيف، معناتها طلعوا لنا برشا. نحن ما كناش محضرينه بكدا الشيء هذايا، فاجانا بكدا. زدوا لنا هبطنا شويه بيك ريسبي معناتها مع التعب نتاع مباراه البارح كوتر مصر. هبطنا اليوم شويه، فما شويه رولاشمون، فما شويه تعب. لا غالب عملنا اللي علينا، ما وفقناش ربي، ان شاء الله مره جايه نعوضوها. حبينا نعملوا كل معناتها بجهنا و100% ما بخينا بحد شيء. فما حاجات معناتها لا غالب صاروا في الماتش معناتها اللي يصيروا لاي كيف فهمتني، الرتاج كل شيء كله داخل في اللعبه، فماش واحد يحب يخسر. على غالب حبينا نفرحوهم بالحق، هي حاجه توجع. ان شاء الله بقدره ربي في معناتها في كوب دافريكا الجايه، ان شاء الله بقدره ربي، وان شاء الله في الشامبيونات دي موند 2015. ما زلنا باش نخدموا الشيء هذا اكيد، صحيح ممكن على الورق منتخب التونسي اقوى، ولكن فات اليوم منتخب الجزائري قدم مقابله كبيره. مبروك منتخب الجزائري، احنا مازال الطريق قدامنا. حبينا نفرحوا التوانسه، ولكن هذاك احكام الكوره يفو اكسبتيسا، ولكن معناتها لازمنا نخدموا ارواحنا، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.